إذن معي رئيس قطاع الإعلام في هيئة الإعلام والاتصالات مجاهد أبو الهيل ينضم إلينا من بغداد. سيد الكريم، بداية مرحبا بك. كيف تتعاملون مع التنافس غير القانوني في وسائل الإعلام وحملات التسقيط بين المرشحين والكتل؟ أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين الكرام. الهيئة منذ سنوات أو منذ تأسيسها بدأت بتنظيم هذا القطاع، خصوصا تنظيم الخطاب الإعلامي في الانتخابات. هذه الفترة الأشد قسوة على الراصدين في الهيئة وعلى وسائل الإعلام وعلى جميع المتابعين لهذا الملف والمعنيين به. الهيئة وبمعونة ومشورة منظمة اليونسكو العالمية وبمساعدة صندوق الإنمائي بالبي بي سي وضعت لائحة أو مدونة سلوك للانتخابات خاصة. هذه اللائحة هي مستقاة من قانون حقوق الإنسان، فيها مراعاة كبيرة لحرية التعبير، فيها مراعاة كبيرة لوسائل إعلام القطاع الخاص وخصوصا تلك الوسائل الإعلامية الممولة من المال السياسي والحزبي واللي وراءها أو أمامها مجموعة من المرشحين. الهيئة اليوم في ندوة مشتركة مع مفوضية الانتخابات وبحضور أحد خبراء الانتخابات وهو المستشار لشؤون الانتخابات دكتور حسين الهنداوي. كان هناك يعني إعادة تذكير بهذه اللائحة، إعادة تعريف ببعض بنودها، إعادة توضيح وإضاءة لها بشكل جيد. يعني الهيئة من مهامها حماية وسيلة الإعلام والإعلامي من الوقوع بالخرق، كذلك حماية الناخب العراقي والمواطن العراقي من الاختراق. هناك اختراقات كثيرة تؤثر على ذهنية الناخب. هناك صراع بدأ مبكر، احنا امام انتخابات مبكرة واستثنائية ومهمة، واليوم يوميا نشهد يعني في خصوصا في هذه الأيام مدونة سلوك انتخابي، مدونة سلوك إعلامي، مدونة وضعتها الهيئة، مدونة وضعتها المفوضية، مدونة اليوم وضعها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع الشركاء السياسيين. هناك مدونات كثيرة، لكن ما يعني الهيئة هو ضبط الخطاب الإعلامي وإيقاع وسائل الإعلام خلال هذه الفترة. نعم، وحماية يعني أستاذ مجاهد، وحماية وسيلة الإعلام. أستاذ مجاهد، حتى هذه الفترة يعني هل رصدتم مخالفات إعلامية تخص الدعاية الانتخابية؟ يعني هل هناك عدد معين؟ وأيضا حدثني، ما هي الإجراءات المتبعة لديكم في حال ضبط شيء معين؟ لغاية هذه اللحظة هناك عملية رصد مستمرة لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. طبعا احنا مقصرين فيما يتعلق برصد الخطاب الإلكتروني، هو الآن الأخطر والأكثر اتساعا خصوصا في الحملات الانتخابية الجديدة، اعتمدت على وسائل الإعلام البديلة والحديثة أكثر من وسائل الإعلام التقليدية والكلاسيكية. رصدنا أكثر من 38 محطة فضائية وعشرات الإذاعات. أشر قسم الرصد بوجود 26 مخالفة لبعض وسائل الإعلام. هذه المخالفات يعني لا ترقى إلى مستوى مثلا سحب الرخصة أو العقوبة الشديدة، هناك تحذيرات، هناك إنذارات لبعض وسائل الإعلام. نأمل من وسائل الإعلام بدل أن تعتمد هذا السلوك اللامهني في خطابها الإعلامي، مرة وسيلة الإعلام هي تعتمد، خصوصا وسائل الإعلام الممولة من المال السياسي والحزبي، هي تعتمد على هذا السلوك. أما إذا كان الضيف السياسي أو المرشح أو الكتلة السياسية هي التي تخرق، فعلى وسيلة الإعلام حماية الناخب والمشاهد والمتابع والمتلقي والقارئ من هذا الخرق. احنا اليوم أمامنا اختبار مهم وكبير جدا، كيف ننظم الفضاء الإعلامي خلال هذه الفترة، كيف نجعل وسائل إعلامنا العراقية المحلية بمستوى هذا الحدث الاستثنائي الذي جاء نتيجة تضحيات، دماء أريقت في ساحات التظاهر، دماء كثيرة، يعني أصوات مجاهد. إذا تسمح لي، ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني هل تقع السوشيال ميديا من ضمن رصدكم أم لا؟ الآن يعني منذ تشكيل مجلسنا الجديد قبل شهور لم يبلغ عام، نعمل على مدونة أو لائحة تنظم الخطاب الإلكتروني للإعلام العراقي. هناك وسائل إعلام لديها مواقع إلكترونية، لديها صفحات إلكترونية، وهناك
صفحات إلكترونية على الفيسبوك وإنستغرام ربما متابعينها بالملايين أكثر من متابعين بعض القنوات. لذلك احنا الآن وضعنا مسودة أولية لتنظيم هذا الخطاب، لكن فيما يتعلق بالانتخابات احنا نرصد الخطاب الإلكتروني بيننا وبين يعني محكمة النشر، تعتمد عادة على تقييمات هيئة الإعلام والاتصالات ورصدها باعتبارها هي الجهة المنظمة لقطاع الإعلام، لكن إلى هذه اللحظة لم تقر مدونة تنظيم الخطاب الإعلامي الإلكتروني، لكن هذا لا يعني أنها منفلتة من الرصد. نعم، رئيس قطاع الإعلام في هيئة الإعلام والاتصالات مجاهد أبو الهيل سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.